كابتن علاء التعادل بدون اهداف، ولكن النادي الاهلي كان الافضل الشوط الثاني، كان الاقرب لاحراز هدف، شفنا سيطره وتحكم وخلق بعض الفرص، ولكن شوط كان ينقصه الاهداف من جانب النادي الاهلي. دي حقيقه النادي الاهلي الشوط الثاني يمكن احسن من الاول، لان المصري يعني واضح ان الفرقتين بيأدوا مباراه نهايه الموسم، يعني يمكن الدوافع مختلفه، يمكن اهداف مختلفه. النادي الاهلي بكميه الناشئين الموجوده كولر بيحاول يشوف اللعيبه، لكن المصري اللعيبه كلها اللي لعبت واللي اتغيرت بيعرف بيحاولوا يخلصوا الموسم. الشوط الثاني كان افضل، وصلت ينقص حاجتين اللي كان عليه بين الشوطين، تركيز وازاي تنقل الهجمه. برضه في تسرع. اقرب فرصه اللي هي جت لرأفت، لا هي جت على يمينه، وده اللي اتكلمنا فيه، ان لو واحد هنا في راس حربه رقم 9 اعتقد كان الامور اسهل منه، لكن هو ما قدرش يلعبها بالطريقه الصح. لو جت على شماله اعتقد كانت تبقى اسهل لعبها، لكن هو يعني مباراه مفيده لكولر، بدا يبص على اللعيبه كلها، بدا يحدد، يعني مش اللعيبه اللي اول مره تلعب النهارده اكيد، لكن في لعيبه كتير قوي اكيد هو اخذ فكره تامه عنهم. لو النهارده سالني اقول لك يمكن اكتر فايده النهارده، وممكن من اكتر الناس اللي استفادوا مباراه النهارده هو علي لطفي. يعني انت فعلا عندك حارس مرمى تعتمد عليه في اي وقت في اي مباراه، مفيش مشكله خالص. وجود الشناوي حتى لو مفيش شناوي في علي لطفي، علي لطفي اتعمل بامتياز الشوط الثاني. الشوط الاول ما كتبوش حاجه، الشوط الثاني لا اتعمل بامتياز مع كام كره انفراد. في الاول والاخر انفراد اتعامل معاهم كويس جدا، لكن يبقى علي لطفي قيمه موجوده في النادي الاهلي. صحيح. والناس الكبيره موجوده زي رامي، زي طاهر برضو، يعني اعتقد كان يبقى الاداء احسن من كده. رأفت حاول شوط تاني اكتر، لكن ينقصه برضو اللعب الفردي. قندوسي على فترات، يعني مشكلته قندوسي ما عندوش استمراريه في الاداء طول المباراه، وده مكان مهم جدا، محتاج استمراريه انك انت بتلعب الناس كلها ولسه صغير، واكيد لعيب مهاري يبقى احسن من كده. معتز على فكره لحد ما خرج، انا اعتقد ان معتز النهارده عامل مكسب طبعا. صحيح. لو سالتني النهارده مكاسب اقول لك علي لطفي، بعديه على طول يجي معتز عامل مباراه ممتازه لحد ما خرج. صحيح. وممكن تعتمد عليه في المكان ده، لان النوعيه دي والشكل ده وطريقه الاداء، انت كمان بتحس دايما من شكل اللاعب نفسه. واضح ان هو ولد، انا عمري ما اتعاملت معاه، يمكن كابتن شريف يعرف، لكن واضح ان هو ولد ملتزم جدا، عارف قيمه النادي الاهلي. مظبوط. مستني فرصه. احسن لعيب انت تتمناه في اي حته اللعيب اللي مستني الفرصه ده. صحيح. معتز من نوعيه اللعيبه دي اللي هو مستني، نفسه يلعب في النادي الاهلي. فما جات له فرصه النهارده اعتقد قدم مباراه معقوله جدا كويس جدا لحد ما خرج. وجنبه رامي، دايما يكون جنبك لعيب تقيل وقديم زي رامي، ورامي كمان من نوعيه اللعيبه المخلصه جدا جدا جدا. فهيحسسك بارتياح مبدئيا، هيهديك شويه من حته الارتباك دي، اكيد هتحصل في اي لعيب ناشئ. صح. لكن النهارده الظروف كلها ما تخليكش مرتبك، خصوصا الناس اللي لعبت قبل كده. يعني معتز لو كان مرتبك النهارده كنت ممكن اقول لك معلش ده امور، لكن معتز النهارده اعتقد لا، انا حاسس ان هو لا، يعني من مكاسب الماتش، مكاسب المباراه، لعيب معتدل جدا في لعبه، ماسك نفسه كويس قوي، ما فيش اهتزاز حتى في اي كوره. عكس لعيبه ثانيه لعبت كتير لكن حاسس ما استفادتش باللعب. دايما انت تبص على اللعيب اللي لما ياخد فرصه يستفاد منها. صحيح. ما بيقلقش منها، لكن وكان مميز جدا في الكرات العاليه كمان. هايل ما شاء الله. انا بقول لك اول مره اشوفه النهارده. عشان كده حتى كنت بتكلم مع كابتن شريف في الاول، لا بيقول لي لعيب كويس قوي، وقال لي يعني كابتن شريف قال لي على مميزاته قبل ما اتفرج عليه. فانا يعني عندي خلفيه هو شكل الولد ايه. اعتقد 2005 كمان يا كابتن شريف. هو من نوعيه اللي بيتكلم عليها التيشيرت الاهلي بالظبط. عنده الثقه والنحراره بتاعت الاهلي. وواحد مستني فرصه ايمن. دايما مستني فرصه، بقول لك بقدره جدا، وعارف هو فين او قيمه الحاجه اللي هو فيها. صحيح. مقدر هو فين. أيوة. ولو مشي في المكان ده في النادي ده هو عارف ان هو هيروح حته ثانيه خالص بيتمناها اي لعيب في مصر كلها. فطبعا تحيه لمعتز، وبتمنى ان شاء الله الاستمراريه لمعتز. كريم كالعاده برضو من مباراه لمباراه ماشي 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 كويس. النهارده يعني كريم ممكن تضيف له حاجه جديده، واخد ثقه زياده او مباراه زياده تدي له ثقه هو كلاعب، يمكن اقل مرتين اللي فاتوا، لكن هو بيزداد بيتثقل ان هو يبقى موجود في المكان ده. الباقي زي ما بقول لك ايمن، ما اقدرش اقيم يعني،
لكن شوط تاني ككل شوط تاني احسن شويه. بدانا في لعب شويه، في هدوء شويه، في ثقه شويه، لكن ما بتستمرش كتير. في عليك بيجي وقت برضو انت القرار متاخر، القرار بسرعه شويه، امتى اعمل الكره عرضيه، الكره عرضيه مثلا بتعمل جامده شويه، كلها حاجات مع الخبره مع الوقت. مع الوقت هتعرف امتى تباص الكوره، امتى تشوط الكوره، امتى تستنى، امتى. بس كنت افضل الشوط الثاني من المصري كتير يعني. انت تقوم وراثر على فكره، انت الاول والثاني افضل من المصري. حتى الشوط الاول انت ما كنتش في احسن حالتك، لكن برضه احسن من المصري. أي. مع طبعا فرق الخبرات الكبيره جدا بين اللعيبه دي واللعيبه دي. صحيح. عشان كده بقول لك، لكن النادي الاهلي الشوط الثاني لا، الشوط الثاني افضل. وللمره الثانيه تحيه خاصه لعلي لطفي وتحيه لمعتز، وان شاء الله نشوف الناس دي موجودين من الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله رب العالمين.